ليس فقط لمعالجة الأزمة الإنسانية في دارفور، ولكن لكي ولقد تعامل أيضا مع المنظمات الإنسانية، العديد من المنظمات الإنسانية التي كانت تعمل وما زالت بعضها يعمل في دارفور، ونحاول إعادة تنشيط وتفعيل إيجاد تسوية سلمية بين الخرطوم وبعض متمردي دارفور في إطار لمساعدة المشردين للعودة إلى منازلهم. نحن نعمل بجد في هذه المنطقة وفي هذا الملف، كما نعمل بجد في قضايا أخرى، ونريد أن نتأكد أن المشردين في دارفور يعودون إلى منازلهم في أقرب وقت ممكن. Erfahrung und der Teil der Geschichte, der zu Deutschland hinzugehört, die Shoah, der Holocaust. Und daraus ergibt sich für uns als erstes eine immerwährende Verantwortung für die Sicherheit Israels, für den Staat Israel. Safety and security of the State of Israel. If you like, this has been the raison d'être of every German government ever since the Federal Republic came into being, and it will always be that case. As regards genocide, فيما يتعلق ب المذابح الجماعية في العالم كله، لدينا مسؤولية دولية بأن نعمل عن كثب سويا لحل جميع المشاكل في المناطق المضطربة في العالم في إطار من إطار سياسي مع حلفائنا في العالم بأسره. الاتحاد الأوروبي خلال القمة الأوروبية الأفريقية الأخيرة وطأ علاقته مع العديد من الدول الأفريقية لحل جميع الأزمات في القارة السمراء، ونريد حل هذه المشاكل في أفريقيا عبر المفاوضات وعبر المحادثات لخلق مناخ سلميا للشعوب هناك، ونريد مشاركة الآخرين تجاربنا وخبرتنا في التعامل مع مثل هذه القضايا الشائكة، وهذا ليس فقط هذا التعاون ليس فقط مع الأوروبيين ولكن مع دول العالم قاطبة. إن حلفائنا يتعاونون معنا مثل فرنسا على سبيل المثال وبريطانيا والولايات المتحدة في هذا الصدد، وسنقف بجانبكم في جميع الأزمات.